قلت لك 100 مره يا سلومه وانت داخل ابقى اعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتليفون. ايه يا اخويا بتخداني؟ الله قطعت لي الخلط اكتر ما هو مقطوع. حد اتخض من جوزه وحبيبه يا فرس بطن البقره انت. جبت لي الكيوي؟ احنا 2 كيوي؟ لا احنا ناونك في الدنيا. طب خلني النهارده ما طبختش ومسلق لك بالطين، شغل البيت هالدنيا. بالطين؟ لا انا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شويه كده، ازاز الاكلادور هتقع على الارض. ريحتك زفره من اللحمه. قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ ما انا كده كده كنت نازل المحل، انا قلت عد عليك بالفاكهه ونقعد مع بعض شويه، لكن الظهر ما فيهاش وقت، نايم. بقول لك يا نعم. ابعد يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله، شوف لك حل في موضوع الخلفه دي. انا نسوان الحركه الوش ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره، الحاجات دي بتاعت ربنا، لما يأذن بالعيل هيجي العيل. بس انت نايمين عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل عوز بالله. كان يوم اسود وشتك يوم اسود صحيح كتاك 60 نصيبة. الهي ما ترجع.